وأما في الاصطلاح الشفاعة يراد بها الوساطة في قضاء الحوائج عند من يملكها، الوساطة للمحتاج في قضاء حاجته عند من يملكها، لأن طالب الحاجة واحد، فإذا انضم إليه واسطة صار شفعا بدل أن كان واحدا، ولذلك سميت الشفاعة. وبعضهم يقول الشفاعة هي طلب الخير للغير، طلب الخير للغير، هذه هي الشفاعة.